يا كرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات بيت العيله بيت المصريين جميعا. حلقه النهارده ان شاء الله هتكون متميزه وهنتناقش فيها في مجموعه كبيره جدا من الموضوعات. طبعا الفقره الاولى فقره خاصه بالاخبار، والفقره الثانيه هتكون مع زميلي العزيز عبد الغني الملكي، وهتكون حول الكره المصريه حسبة بيرما على مر التاريخ، ودردشة مهمة جدا عما قالت إليه أمور الكرة وعودة الجماهير للاستادات ومشاكل الألتراس، كل ما له علاقة بهذا الموضوع هيناقشه مع زميلي عبد الغني الأستاذ محمد مصطفى مدير القسم الرياضي لموقع مصراوي. أما في الفقرة الأخيرة هتكون مع الدكتور سيد السقة خبير التنمية البشرية، وهنتكلم فيها عن إزاي نكون إيجابيين ونتحلى بالأمل. اسمحوا لي بقى ان انا ارحب بضيفي اللي هيكون معايا فقره الاخبار، الاستاذ هاني بدر الدين الكاتب الصحفي بالاهرام. اهلا اهلا بحضرتك. نبتدي بقى الاخبار. اتفضل. الخبر الاول، اذاعه اسرائيل مبعوث نتنياهو في القاهره لبحث ملف الغاز الاسرائيلي. قالت الاذاعه العامه الاسرائيليه ان المفوض الخاص لرئيس الوزراء المحامي الاسرائيلي يسحاق مولخو سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع. ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أن مولخو سيطلع المسؤولين المصريين على المستجدات السياسية من بينها دراسة مسألة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، فضلا عما أسمته الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعي. إيه رأي حضرتك في الكلام؟ يعني خلينا نحدد مجموعة من الأطر الخاصة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية. مسألة استيراد الغاز من مصر من إسرائيل لمصر دي مسألة كانت واردة في خلال الشهور اللي فاتت بسبب نقص كميات الغاز المنتجة محليا، وبالتالي كان البعض يفكر في مسألة ان الشركات المصرية تقوم بالاستيراد من الجانب الإسرائيلي. من حوالي اسبوع او اسبوعين تقريبا صدر حكم قضائي غربي على احدى الشركات بتغريمها مبالغ نتيجة توقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل اللي هو واقف بعد الثورة بسبب التفجيرات اللي كانت بتحصل في حقول الغاز. المسألة دي وقفت خالص مسألة المفاوضات ما بين الشركات المصرية والإسرائيلية في مسألة استيراد الغاز. طب في حد يقول طب احنا ليه نستورد غاز ما احنا كنا بنصدر غاز؟ بالضبط، احنا بنفكر نستورد غاز لأن الغاز المتاح الموجود حاليا في مصر غير كافي، وبالتالي احنا محتاجين غاز. لكن في المستقبل القريب حقول الغاز اللي تم اكتشافها، لكن دي هتاخد وقت، اللي هي موجوده في الشروق بالظبط وقدام على السواحل المصريه. أيوة. في البحر المتوسط، لكن دي هتحتاج وقت في حوالي التجهيزات بالظبط كده. قالوا فترة، وبالتالي مش الفتره دي ما بين الاكتشاف لبدايه الاستخدام فعليا احنا محتاجين الغاز. في ظل الاوضاع يعني نقدر نقول غير الدافئه ما بين مصر واسرائيل حاليا، اتصور ان الاوضاع هتفضل مجمده فيما يتعلق باستيراد الغاز المصري من اسرائيل لمصر. تمام. الملف طيب. ده شائك شويه. فكره ان في طبعا اشارات كتير لاصابع خفيه اسرائيليه فيما يتعلق بازمه سد النهضه، هل ده بيبقى جزء من توتر العلاقات المصريه الاسرائيليه ولا لا؟ في اوضاع كثيره متعلقه بمصر واسرائيل، العلاقات المصريه الاسرائيليه، منها الملف الفلسطيني بالاساس، منها الادوار اللي بتقوم بها اسرائيل ضد مصر زي ما حضرتك اشرتي مساله سد النهضه، وغيرها من الادوار اللي بقت واضحه جدا يعني ومعروفه. اتصور ان مش من السهل ان مصر تقدم ورقه هديه لاسرائيل. اتصور ان هيكون في مفاوضات صعبه على الجانب الاسرائيلي على عكس اللي كان الوضع اللي كان بيتم في السنين اللي قبل الثوره، واتصور ان في خلال الفتره اللي جايه هيبقى في استفاده لمصر في الملف ده ان شاء الله. الخبر بعد كده، استثمر في مصر، التقرير البريطاني خطوه اوليه لاعلان الاخوان تنظيما ارهابيا. قال محمد منظور منسق مبادره استثمر في مصر ان تقرير لجنه التحقيق البريطانيه في نشاط الاخوان اكد ارتباط الجماعه المباشر بالعنف والارهاب، موضحا ان هذا التقرير سيكون له تاثيرات على تواجد الاخوان في بريطانيا واوروبا وامريكا. واضاف منسق مبادره استثمر في مصر أن هذا التقرير خطوة أولية لإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا مثل تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، مؤكدا أن ما جاء بالتقرير يعد نجاحا كبيرا لكل الوهود التي قامت بها الدبلوماسية الرسمية والشعبية على حد سواء لمنع دخول الإخوان دولة مهمة كعاصمة لندن وتحكمهم في إدارة موادها الإعلامية. وأكد أن التقرير وضع خطوة أولى لتكثيف منابع الإرهاب وموارد ومنابع الجماعة. تصور ان الخطوه البريطانيه دي جت متاخر جدا، لكن يعني هم احسن مما تجيش طبعا، احسن مما تجيش، لكن برضه لازم نفهم هي جت ليه.
هي جت بناء على مجهود كبير جدا اتعمل من السياسه الخارجيه، من سياسه وزاره الخارجيه. برضو كان في دعم من منظمات المجتمع المدني، من احزاب. ده ما كانش موجود قبل كده للامانه. وتصور ان احنا محتاجين ان يتم استكمال الجهد ده من كل الاطراف دي. الخطوه البريطانيه دي خطوه، لكن لازم في خطوات تانية تلوها. احنا عارفين بريطانيا دوله مهمه جدا وليها نفوذ وتاثير في السياسه الاوروبيه الخارجيه. ده حقيقي. وبالتالي لدرجه مخليها قادره انها تبعد الجنيه الاسترليني عن سله العملات الاوروبيه. ما بيعملوش باليورو هناك، بيتعاملوا بالجنيه الاسترليني. طبعا. وبالتالي خطوه زي كده ممكن يكون ليها يعني فوائدها الايجابيه بالنسبه لنا احنا هنا في مصر. المطلوب ان طيب هل ده نجاح للدبلوماسيه ولا ضغط من باقي الدول في الاتحاد الاوروبي نظرا لزياده عمليات الارهاب اللي حدثت في اوروبا الفتره الماضيه؟ هو الجنبين ليهم تاثير. ضغط مصري كبير وتقديم أدلة وثائق ومعلومات كبيرة عن التورط الإخواني في العمليات الإرهابية بتحصل في مصر وغيرها. إضافة لكده إن أوروبا بقت تستشعر الخطر وبقت تشوف يعني ليها ضحايا دلوقتي. وبالتالي المصلحتين التقت، مصلحة مصر ومصلحة أوروبا في إن إدراك مين الخطر وراء الهجمات الإرهابية اللي بتحصل دلوقتي. البعض يرون أن التصريح جاء متميعا شوية وكان المفروض إن هو يكون أقوى من كده. في النهايه دي خطوه. واوروبا يعني بريطانيا معروف طبعا علاقتها من بدايه تاسيس جماعه الاخوان. تمام حقيقي، هم اللي مؤسسينها اصلا. بالظبط. فعشان كده انا اتصور ان الخطوه دي هي عنصر ايجابي لازم يتم البناء عليه. يعني تمام. لازم نشوف تحركات مصريه استكمال للتحركات اللي كانت بتحصل قبل كده، ولازم اقناع اكتر للجانب البريطاني، مش مجرد بس الوزاره او الحكومه البريطانيه، لازم كمان نشتغل من خلال البرلمان، وده دور مهم. اتصور ان البرلمان المصري لما ينعقد هيكون عليه القيام بيه ان شاء الله. الى جانب انه البريطانيين اصواتهم بتفرق كتير كشعب، كناس ماشيين في الشارع بيقدروا يضغطوا على حكوماتهم بشكل قوي وعلى الاحزاب اللي بعد كده علشان يدعموهم في الانتخابات، فاعتقد كمان يبقى في دور كبير للدبلوماسيه الشعبيه في الفتره القادمه. الخبر بعد كده مجلس الامن يوافق على خطه لانهاء الحرب السوريه والانتقال السلمي للسلطه. صوت مجلس الامن في الجلسه التي عقدت على خطه طموحه لحل الازمه في سوريا وانهاء الحرب الدائره منذ قرابه 5 سنوات. ينص القرار الذي صوت عليه المجلس على أن تجرى في مطلع يناير مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة بشأن عملية انتقال سياسي للسلطة وإنهاء للحرب. في أول رد فعل رحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتبني القرار، معتبرا أنه يرسل رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتال في سوريا. وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن قرار مجلس الأمن سيركز على الطريق السياسي لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن القرار يدعو لاجتماع يجمع المعارضة والنظام في يناير المقبل لبحث الانتقال السياسي. وبالنسبة لمصر، أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول متابعة نتائج اجتماع فيينا الأخير في شهر نوفمبر الماضي وما ترتب عليه من اجتماع المعارضة السورية في الرياض، حيث تركزت المناقشات على تناول 3 موضوعات أساسية. أولها ترتيب أوضاع المعارضة تمهيدا لإعداد وفد تفاوضي يتحدث باسمها مع النظام السوري، وثانيا وضع معايير لتعريف المنظمات الإرهابية في سوريا، وأخيرا الإعداد لإطلاق العملية السياسية مع بداية العام القادم تحت رعاية الأمم المتحدة. أولا إيه رأي حضرتك في هذا الخبر وبعدين ندردش بقى فيه شوية؟ هو برضو أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. يعني أخيرا العالم فاق يعني المجازر اللي تحصل في سوريا والتدخل الدولي والغربي والاقليمي من اللي بيحصل في سوريا واللي بيدفعوا يعني بيدفع ثمنه اخواتنا السوريين. ف يعني اتصور ان احنا على 2016 هيبقى في تحرك بجد في مساله حل الازمه السوريه، وخاصة انه مجموعات اللاجئين وامواج اللاجئين اللي خرجت من سوريا واتجهت الى اوروبا ابتدت تعمل لهم مشاكل هناك. طبعا، ويمكن بعضهم كان ليه علاقه بشكل او باخر بالعمليات الارهابيه اللي حصلت في فرنسا. للاسف في فعلا ارهابيين انضموا في مصر. طيب، سؤال حضرتك فيما يتعلق بالمفاوضات السوريه، انه المعارضه كانت لفتره طويله جدا، وانا بتكلم عن المعارضه السوريه المعتدله، كان بينها مصانع الحداد والنجار وما الى ذلك، طوائف المهن كلها بينهم وبين بعض كمعارضه سياسيه، احنا كده ما بنتكلمش على الجماعات المسلحه. هل هم فعلا قدروا ان هم ينتخبوا من ضمنهم مجموعه او اسم يشكل قياده بديله لقياده الاسد؟ يعني خلينا بس نفرق او نصنف كده الوضع الداخلي في سوريا وارتباطاته. احنا قدام وضع متشابك جدا، قدام دوله كانت قويه
كانت باسطة نفوذها على كل أراضيها. ابتدى التدخل الإقليمي والأجنبي، فبقى الوضع كالتالي. بقى في مجموعات معارضة سياسية داخلية، ودي يعني ما بينها وما بين النظام الموجود نوع من أنواع الديالوج أو الحوار، لكن الحوار ده لا يثمر عن شيء. ده جزء. الجزء الثاني المعارضة في الخارج، والمعارضة دي انقطعت تقريبا علاقتها بالنظام، وللأسف بقت صيد لأطراف إقليمية أو خارجية بيحاولوا يستخدموه. تمام. الجزء الثالث بعد كده هو يعني الجماعات المسلحة اللي ممكن نحن نسميها شبه معتدلة، يعني اللي دي برضو وعندهم جماعات مسلحة معتدلة وجماعات مسلحة غير معتدلة. بالضبط. في ما يطلق عليه الجيش السوري الحر، ده يعني هو مجموعة من الضباط المنشقين عن الجيش السوري، ودول بياخدوا دعم من بعض الدول الإقليمية، لكن في النهاية ما هماش عناصر متطرفة إذا قورنوا بجبهة النصر أو داعش. في النهاية مين اللي هيقعد على مائدة المفاوضات؟ هو ده السؤال. السؤال ده محوري ومهم جدا، لكن عشان نعرف إجابته لازم نفهم إيه اللي بيحصل لمين دول. من ساعة لما سوريا ابتدت روسيا عفوا ابتدت تتدخل في الجبهة السورية، بقى في نوع من أنواع التنسيق أو الحوار أو سميه زي ما تسميه ما بين الجانب الروسي وما بين نظام بشار الأسد وما بين المجموعات اللي احنا ممكن نطلق عليها معتدلة. دي في ان التلت طيارات دول اللي هي روسيا وسوريا الأسد والمعارضة المعتدلة يكونوا إيد واحدة ضد الجماعات المتطرفة اللي هي في مقدمتها داعش وجبهة النصر. تمام. الكلام ده طبعا مش هيكون على هوا بعض الدول الإقليمية والغربية، وبالتالي الاتفاق اللي حصل ده أو القرار اللي حصل ده هيبقى ملزم للدول الإقليمية بأنها بتحاول تتدخل تدعم الجماعات المتطرفة زي داعش وغيرها، إن هي لازم تتوقف عن الدعم ده. دي جزء. تمام. الجزء الثاني جماعات المعارضة المعتدلة لو جاز لنا التعبير في سوريا لازم إن هي توحد صفوفها، أنا بتكلم على الناحية السياسية وكمان في الناحية العسكرية، ودول اللي هيعرضوا على الترابيزة مع بشار الأسد. تظل إشكالية بشار الأسد تحديدا لأنه في تيارات كتيرة من المعارضة السورية مش عايزة بشار الأسد كرئيس للجمهورية السورية، مش عايزينه موجود في الصورة، وبيقولوا أنه هذا القرار على الرغم من أنه هو ما جابش سيرة بشار الأسد بالاسم، إلا أنه يوحي بنوع من الأنواع الاتفاق الروسي الأمريكي والأوروبي على أنه بشار هيسيب السلطة ومع النظام يعني، ولسه ما تحددش بس التوقيت. هل هذا الكلام حقيقي ولا دي الآمال الخاصة ببعض عناصر المعارضة السورية اللي مش متفقة بينهم وبين بعضها أصلا؟ هو السؤال محوري بالنسبة لكل الأطراف، احنا عايزين سوريا موحدة ولا مش عايزين سوريا موحدة. محدش طبعا يتمنى ان بشار يفضل بعد اللي حصل، لكن في النهاية المصلحة الأساسية هي بقاء الدولة السورية الكاملة من غير تفتت. ده الهدف الرئيسي، وبالتالي اي حاجة ممكن تصب في سبيل الهدف دوت اتصور ان اي عائل ممكن يقبل بيها. طيب. طبعا محدش عايز يتكلم على انتخابات تقام في سوريا، هل الوضع الراهن والعدد الكبير من السوريين الموجودين في بلدان مختلفة منها ما هو عربي منها ما هو اوروبي واللاجئين وما الى ذلك، هل متاح فعلا انك تعمل انتخابات في وضع زي ده؟ هو خاصة ان الاوراق الثبوتية الخاصة بيه مش موجودة. هو الاهم كمان مسألة وقف اطلاق النار، دي النقطة الاساسية واللي اتصور ان هيكون هنشوف ليها يعني جهد كبير في خلال الفترة اللي جاية. لو تحقق وقف إطلاق النار من الممكن بعد كده أن يبقى فيه الكلام على أسلوب تنفيذ الحل السياسي. تمام. اللي هو مسألة الانتخابات. لكن في النهاية كل طرف عليه يعني هومورك أو واجب لازم يجهزه. نظام بشار عليه واجب أنه هو لازم يعني يشتغل بجد في مسألة وقف إطلاق النار واستيعاب المعارضة الداخلية. تمام. المعارضة اللي هي خرجت بره ديت للأسف عليها أن هي تحاول ترجع تاني وتمد ايديها وتشوف حل سياسي للأزمة. المعارضة المسلحة المعتدلة لازم برضو ان هي تفهم ايه الوضع وايه ما يحاك لسوريا، ولازم ان هي تقدم خطوة للأمام.
في النهاية يعني بقاء الدولة أهم من أي شيء. تمام. الخبر بعد كده: وفد ليبي رفيع يصل إلى القاهرة بعد مشاركته في التوقيع على اتفاق الصخيرات. وصل إلى القاهرة السبت وفد ليبي رفيع المستوى قادما من المغرب عن طريق تونس بعد مشاركته في التوقيع على اتفاق الصخيرات لانتهاء الأزمة الليبية بإشراف الأمم المتحدة. كانت مصر قد رحبت في بيان عقب توقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية لتسوية الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها الكامل لهذا المسار الذي استمر قرابة العام الكامل، الذي تضمن جهدا شاقا وتضحيات قدمتها جميع الأطراف الليبية المشاركة فيه وصولا إلى اتفاق يحقق المصلحة العليا للشعب الليبي. وكان السفير حمدي سندلوزة نائب رئيس الخارجية قد ترأس وفد مصر في مراسم توقيع الاتفاق ممثلا عن وزير الخارجية سامح شكري. والحمد لله أن إخواتنا الليبيين في النهاية قدروا توصلوا الاتفاق. ده كان بعد مجهود كبير جدا، وتصور ان المهم جدا بقى ان احنا نشوف اسلوب تنفيذ الاتفاق. هل ده له علاقة بالتأزم الشديد بعد ما داعش اعلنت وجود امارة في سرت؟ هو في برضو نفس الحالة السورية، في تدخلات خارجية اقليمية ودولية. لا يعني هل الخطر نجح في الضغط عليهم للدرجة اللي تخليهم يجتمعوا بقى اخيرا؟ انا بقول لحضرتك في تدخلات كبيرة بتحصل، التدخلات دي بعضها ابتدى يتراجع بسبب او لاخر. وعشان كده الاطراف اللي كانت رافضه الحل السياسي ابتدت تحس ان هو ما فيش قدامها حل غير ان هي تخش على الحل السياسي وتقدم تنازلات. في اطراف كتيره موجوده في الساحه الليبيه، البعض كان بيستقوى بالخارج بشكل كبير جدا وكان رافض ان هو يقدم تنازلات، لما اتقص ريشه الى حد ما بقى مضطر ان هو يقبل بالحل. كمان ليبيا فيها مجموعه كبيره جدا من العناصر المسلحه، ما تقريبا ما فيش حد في ليبيا مش مسلح. بالزبط. يعني انا سبق زياره ليبيا وشفت الوضع هناك. هيعملوا ايه بقى في حكايه السلاح؟ هل هيعملوا شكل جديد للجيش؟ هل هيتسلم السلاح ده؟ هل هيتفقوا ازاي في فكره السلاح؟ ما اصله وجود سلاح معناه امكانيه لتفجر المواجهات في اي وقت. هو المهم ان يكون في اراده قويه لتجاوز الازمه والوصول لحكومه. لو يعني احنا شفنا على مدار السنين اللي فاتت الحكومه كانت بتتعين ويعني الميليشيات اقوى من الحكومه، وكان بيتم اختطاف وزراء، ويعني كان بيتم العبث بكل اشكال الدوله. وما كانش في دوله في ليبيا. اتصور مجموعه مسلحه تسيطر على بير نفط وتتعامل معاه. لا، كل مجموعه مسلحه كانت مسيطره على يعني منطقه من الارض وكانت بتستمتع بخيرها يعني بتتصرف زي ما هي عايزه. والحكومه المركزيه ما كانتش بتقدر تتصرف معاها، بالعكس ده كانت بترضخ لمطالبها الماليه وغيره. الوضع ده اتصور انه ابتدى يتغير من زي ما يقول التعبير اللي هو قصقصت ريش المنظمات. اهم نقاط اتفاقيه الصخيرات ايه؟ هو الاتفاق كله على بعضه جميل جدا. سواء تشكيل حكومه او بس ارجع تاني واقول في عنصر مهم جدا ومؤثر في المساله دي اللي هو الاطراف الخارجيه. بعد ما اوروبا حست ان الارهاب وصل لها، وبعد ما يعني ابتدوا يصدقوا الى حد ما الكلام اللي كانت مصر بتقوله عن الارهاب وممكن يوصل يعدي البحر المتوسط، اتصور ان ده دافع كبير جدا يخليهم يرفعوا ايديهم شويه عن ليبيا. يعني يبقى في تقليل للدعم اللي كان بيتم للجماعات المتطرفه في ليبيا. وعشان كده اتصور لو حصلت حكومه فعلا في طرابلس نتيجه الاتفاق الصخيرات هتلاقي الدعم العربي وهتلاقي الدعم الاوروبي والدولي، وعشان كده ممكن تبقى الحكومه اقوى من الميليشيات. الخبر معنا بعد كده: مصادر تقول رئيس مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين. قال مصدر رفيع المستوى أن رئيس مجلس النواب المقبل سيكون من بين الأعضاء المنتخبين. توقع المصدر في تصريحات مقتضبة أن يكون مجلس النواب المقبل معبرا عن طموحات الشارع المصري بعكس وجهات النظر التي تقول عكس ذلك، متوقعا أيضا أن تصدر تشريعات مهمة من خلال مجلس النواب لضبط المنظومات وتحقيق طموحات المواطنين، حيث يثري ذلك تركيبة البرلمان التي تشتمل على كافة فئات الشعب. كان في جدل كبير جدا على فكرة المعينين من سيكونوا، والجلسات خلاص على الأبواب ولسه ما حدش يعرف هم مين، وفكرة رئيس أيضا البرلمان فكرة كان عليها صراع قائم ما بين الأعضاء الموجودين فعلا أو المنتخبين والأعضاء اللي هيتم تعيينهم. إيه رأي حضرتك؟ يعني ده استباق طبعا للأحداث. في النهاية ما كانش ينفع أن يصدر قرار الأعضاء المعينين الا بعد انتهاء العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه لسه منتهيه بعد الاربع دوائر اللي كانت موقوفه. ايوه. وبالتالي يعني
في خلال الايام اللي جايه هنشوف قرار رئيس الجمهوريه بتعيين الاعضاء المعينين، عددهم حوالي 28 نائب. مش الوقت سريع جدا كده ما بين الاعلان على الاعضاء المعينين وبين بدايه الجلسات؟ لا مش الوقت مش سريع ولا حاجه، لان في النهايه الاعضاء دول يعني غالبا تم الانتهاء من اختيارهم يعني في خلال الفتره السابقه، وبقى بس مجرد الاعلان. يعني هيصدر قرار من رئيس الجمهوريه بتعيين النواب، بعد الاعلان دوت هيتم دعوه المجلس للانعقاد وهيتحدد ميعاد الانعقاد، واللي غالبا هيكون قبل نهايه ديسمبر الجاري. النواب المنتخبين اللي كان عندهم حلم الوصول لرئاسه البرلمان، الموقف هيبقى ايه، عامل ازاي معاهم، خاصه انه رئيس البرلمان حسب هذا التصريح الحكومي هياتي من المعينين؟ يعني ما فيش اي جهه حكوميه او غير حكوميه تقدر تقول رئيس البرلمان هيجي منين، لان ده شان المجلس ونوابه. تمام، ده نقطه. النقطه الثانيه مساله اختيار رئيس المجلس، سبق قبل كده للبرلمان المصري قديما اختيار شخصيه مش منتخبه في رئاسه المجلس هو الدكتور رفعت المحجوب، وبالتالي ما فيش شرط قانوني يمنع او يعني مساله تعيين يعني اختيار رئيس المجلس من المعينين او يعني المنتخبين. حضرتك شايف ان احنا نصبر شويه ونشوف طبعا الايام هتصفر عن ايه، وده شان خاص بالاعضاء. يعني لما يتم الاول تعيين النواب وبعدين يتم فتح الباب لرئاسه الراغبين في الترشح لرئاسه المجلس هيتم الاختيار، اللي عايز يقدم نفسه ويتقدم وهيتم انتخابات اللي هنشوف النتيجه بتاعتها ايه. جميل. فيتش تثبت التصنيف الائتماني، تثبت التصنيف الائتماني عفوا لمصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. قال هاني قدري وزير المالية أن تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبيا على أداء اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومن نيدها مصر بطبيعة الحال. ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لمصر ببي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري. وقالت فيتش في تقرير بالإنجليزية إن إحراز تقدم في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري. ده هيترتب على إيه؟ هو ده جه نتيجة ايه؟ هو ده جه نتيجة تحسن كبير في الأوضاع في مصر السياسية، يعني انتهت خريطة الطريق بانتخاب المجلس النواب، وضع الإرهاب قل بشكل كبير، وبالتالي البيئة السياسية بتوحي بالاستقرار. دي جزئية. الجزئية الثانية، مع انعقاد المجلس النواب هيكون في يعني تشريعات في مسألة تنقية القوانين الخاصة بالاستثمار والعمل وسوق المال والكلام ده. ده هيبقى مشجع جدا لمسألة حركة الاستثمار والاقتصاد. المجتمع الدولي بينظر لمصر باعتبار ان هي ممكن تبقى يعني دولة واعدة في المجال الاقتصادي. احنا ما ننساش ان احنا لسه خارجين من ازمة، لسه ما خرجناش حتى منها، من ازمة السياحة بعد الطيارة الروسية المنكوبة. لكن في الفترة اللي جاية يعني في وعود ان تحسين مسألة السياحة، وده هيدر دخل كبير جدا على مصر ان شاء الله ان شاء الله، بالاضافة الى تنقية القوانين الخاصة بالاستثمار والكلام ده. ده هيبقى مفيد جدا لمسألة حركة الاستثمار ورأس المال. يمكن في خلال السنتين ثلاثة اللي جايين البيئة المالية في مصر والاستثمارية هتتغير بشكل كبير جدا جدا. ما ننساش ان احنا عندنا يعني قائد جديد للبنك المركزي، لا ومجموعة قوانين ان شاء الله يناقشها بقى البرلمان الجديد وتفرق معانا بالظبط. ده يعني عشان كده المجلس الجديد ده يعني مش هيلاقي فرصه ان هو يتحرك، عنده مجموعه سلسله من القوانين والتشريعات اللي لازم ان هو ينجزها سريعا جدا، ومن اهمها الموضوعات الاقتصاديه. فكره انه الاقتراض بيتم توجيهه، الاقتراض من الخارج بيتم توجيهه مش لسداد الديون ولكن لانشاء مشروعات جديده قد او ان شاء الله تدر ربح كبير يسمح بسداد الديون نفسها. دي فرقت فكرة التصنيف الائتماني طبعا، لان احنا كان خدمة الدين في مصر دي مشكلة كبيرة جدا. مصر كانت بتستدين وبعدين ما بتبقاش قادرة ان هي ترجع الدين، وبتبقاش قادرة ان هي تدفع تكلفة فوائد بس الدين، وبالتالي فبيروح ما بنستفدش منه بأي حاجة. يعني احنا لا يعني كنا بنخسر بشكل كبير جدا. ما ننساش ان احنا في الفترة اللي فاتت رجعنا الوديعة القطرية اللي كانوا مدينها لنا، المستحقات مصر على نادي باريس كانت بتدفع في مواعيدها، وبالتالي في التزام مصري بسداد الديون الخارجية.
كمان في تحسن في الجبهه الداخليه، الدين الداخلي كان في تحسن كبير، وبالتالي ده بيدي مؤشرات للعالم الخارجي والوضع الداخلي ان في استقرار الى حد ما في الوضع الاقتصادي المصري. تمام. الخبر الاخير معنا، وزير الري الانتهاء من الخطه العاجله لحمايه البحيره والاسكندريه من السيول. اكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والري انه تم الانتهاء من الخطه العاجله المطلوب تنفيذها بالبحيره والاسكندريه لمواجهه السيول والامطار، مشيرا الى انه سيتم البدء في تنفيذ الخطه الاجله التي ستمول من صندوق تحيا مصر والمخصص لها مليار جنيه مصري لرفع كفاءه شبكات المصارف والمجاري المائيه. وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش زيارته التفقدية لمحافظة الإسكندرية للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال نواتي الشتاء أنه يتم حاليا وضع المواصفات وترتيب الأولويات طبقا لحالتها الحرجة وطبقا للمبالغ المتاحة للطرح. رأي حضرتك بهذا الكلام؟ والله يعني أنا مستغرب جدا من السيد وزير الري ومن أداء الحكومة. يعني إحنا معروف جدا موسم النوات وموسم الشتاء ده مش مفاجأة يعني. لكن يعني الحكومه كانت واقفه عاجزه وما عملتش اي حاجه لحد لما حصلت موجة السيول اللي فاتت، وفوجئنا طبعا باللي حصل في اسكندريه وفي البحيره. بعد كده لما رئيس الجمهوريه رجع لمصر من زيارته الخارجيه ابتدى يبقى في تحرك. طب يعني انتوا كنتوا فين؟ يعني سياده الوزير الري والسيد رئيس الحكومه كانوا فين؟ سيد رئيس الجمهوريه لازم يعمل كل حاجه، مش فاهم انا. وبعد يعني كده مش المفروض في ناس مسؤولين عن حاجات يقدر يأتمنهم على ان هم ينجزوا هذه الاشياء؟ ما هو لو ما كانش في معنى او تحرك من رئيس الوزراء وزير الري، طب ما رئيس الجمهوريه يعني يركنهم سوري على جنب بقى ويشتغل هو وزير ري واشتغل رئيس وزراء واشتغل وزير اسكان واشتغل واشتغل واشتغل. يعني راجل له الله والله. يعني انا مش عارف لو المسؤول مش قادر ان هو يقوم بالمهمه بتاعته بالشكل الاكمل، طب هو بيعمل ايه؟ هل هو مستني ان حد يجي يقول له اعمل؟ هل هو مستني ان تحصل المشكله وبعد كده نقول ما هنبتدي نتحرك؟ ده طبعا ده عبث. قيل ايضا انه على الرغم من فظاعه الوضع في الاسكندريه الا انه كان اكثر بشاعه في البحيره، نظرا لانه الاراضي هناك زراعيه ما هياش مسفلته زي ما موجوده في احدى، والبيوت كانت بتغرق بشكل كامل. طبعا في كره يعني في احدى الكره غرقت بشكل كامل. يمكن الاسكندريه عشان برضو العاصمه الثانيه لمصر وكان فيها يعني الاعلام سلط الاضواء عليها، الوضع كان مزري في البحيره. طيب تعتقد من الممكن هذه الخطه بناء على الجدول الزمني اللي وزاره الري شغاله بيه تطبق امتى؟ يعني خلينا نفرق بقى ان احنا يا دوبك احنا لسه داخلين على الشتاء وحصل عندنا مشاكل كثيره جدا، واضح ان الشتويه دي هيكون فيها مشاكل مضاعفه. ده فعلا الارصاد بتقوله وبتحذر منه، بس في حاجتين في مستويين، المستوى الاولاني اللي هو المستوى العاجل اللي هو يعني المشاكل اللي كانت موجوده وادت يعني للوضع المزري ده اتحلت او لا، وده معظمها اتحل نتيجه يعني مخرات المايه كانت مسدوده في اسكندريه وفي البحيره وحاجات زي كده. طبعا اعمال التطهير سكان اسكندريه بيقولوا الامور ما بتتحلش غير لما بيتفتح صرف على البحر، حتى ده كان مفهوم، وده في حد ذاته اساسا كارثه بيئيه بالمناسبه يعني. طبعا. وبعدين وزير الري مع احترامي انت جاي يعني احنا دوله بنعاني من الجفاف، عندنا ازمه في المايه، المايه اللي نازله دلوقتي بالامطار اللي بدل ما تكون هبه من ربنا سبحانه وتعالى ونستفيد منها انت جاي تصرفها؟ انا يعني مش قادر افهم. يعني ده اكيد مش وزير ري في مصر، يعني خاصة ان هو يعني عنده ملفات سد النهضة قائمة كلها. استاذ هاني بدر الدين الكاتب الصحفي الاهرام، حضرتك نورتنا النهاردة يا فندم، شاكرين على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. مشاهدينا الكرام بكده خلصت فقرة الاخبار، هستأذنكم بعد الفاصل زميلي العزيز عبد الغني الملكي وكلام مهم جدا عن الكرة المصرية. الكرام في ثاني الفقرات والحديث فيها عن الكرة المصرية وحسبة بيرما على مستوى التاريخ الافريقي. طبعا على مستوى كؤوس الامم الافريقيه لنا الصداره ونغرب منفردين وبيلينا بمسافه كبيره الكاميرون وغانا، اما بالنسبه لوصولنا لكاس العالم الحلم اللي بيتبدد دائما في الامطار الاخيره هيجعلنا نسال انفسنا ليه نحن قادرين ان احنا نفوز على الدول الافريقيه في كاس الامم الافريقيه بل نكتسحهم في بعض الاحيان، الا اننا ينتقل الأمر لكأس العالم بتكون هناك صعوبات كبيرة. أما على المستوى الآخر والناشئين والمنتخبات الأولمبية أيضا لنا عثرات كبيرة، برغم من أنه منذ أيام كان في نهائي بطولة كأس العالم الناشئين وطرفي النهائي كانوا نيجيريا ومالي، ده هيطرح علينا سؤال أين نحن أيضا من هذه البطولات. خرج المنتخب الأولمبي من التصفيات المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو
صفر اليدين، ولم يستطع أن يصل من خلال مجموعته بالرغم من أنه كان قاب قوسين أو أدنى من أنه يصل، إلا أنه أيضا لم يستطيع بالرغم أنه بيملك قوام لاعبي الدوري الممتاز ولاعبين مميزين. كل ده هنطرحه على ضيف مميز سعداء بوجوده معنا في بيت العيلة، وهنعرف منه أسباب الإخفاقات وأسباب الانتصارات. فنرحب بالأستاذ محمد مصطفى مدير القسم الرياضي لموقع مصراوي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. سعداء بوجودك معنا. أنا أسعد. لما تيجي تشوفنا وإحنا بنلعب المنتخبات الأفريقية في كأس الأمم الأفريقية تحس إن إحنا بنلعب منتخبات أفريقية تانية في تصفيات كأس العالم. وكأن الموضوع مختلف برغم إنها قد تكون نفس الفرق. يعني لما لعبنا الجزائر في كأس الأمم الأفريقية كسبناها 4. ولما لعبونا في تصفيات ومباراة السودان الشهيرة كسبونا وما قدرناش نوصل لكأس العالم. ايه المشكلة بالنسبة لنا من وجهة نظر حضرتك؟ بص، هو في اسطورة كده مصرية بتقول ان احنا في البطولات المجمعة دايما بنكون رتمنا عالي قوي، وبنعرف نفوز في المباريات، بنكون مركزين قوي على البطولة، مركزين قوي على الكأس، ان احنا نخرج اصحاب المركز الاول في البطولة. ولكن الأسطورة بتقول ان احنا في المباريات اللي هي اللي بتكون على مسافات متباعدة، البطولات اللي بيكون تصفياتها على مسافات متباعدة، ما بيكونش عندنا نفس التركيز بتاع البطولات المجمعة. دي اتحققت في يعني انا عايز اقولك ان احنا ما فيش مرة بنخش فيها تصفية كاس عالم الا ما بنكون احنا خلاص قريبين قوي من ان احنا نصعد كاس عالم. بس المسألة بتقف على هدف، على خسارة ماتش او تعادل ماتش مع فرقة كمان مش قوية. يعني مش خليني اقولك ان احنا كاس عام 2010 مثلا، بعيدا عن ان احنا خسرنا من الجزائر وكسبنا الجزائر هنا 2-0، احنا تعادلنا مع زامبيا مثلا، احنا كسبنا زامبيا هناك وتعادلنا مع زامبيا هنا 1-1. يعني لو كنا كسبنا زامبيا كان الوضع اختلف خالص، كنا قدرنا ان احنا نصعد كاس عالم. بطولة 2006 خسرنا من كوديفوار رايح جاي هنا في اسكندريه، وخسرنا هناك في كوديفوار. فرقه لها باع يعني، فرقه قويه مستعدينها ساعتها. لا ساعتها كوديفوار كان مستوانا اعلى من كده بكتير، وكسبناهم في كاس الامم الافريقيه ساعتها، وكسبناهم بعدها في 2008. ولكن في تصفيات كاس عام 2006 لا، احنا كنا فرقه احسن، كان عندنا منتخب، كان لسه منتخب يعني، كان نواه المنتخب ده من منتخبي اللي كانوا مع كابتن شو غريب سنه 2001 في الارجنتين، واللي كانوا مع الكابتن حسن شحاته في الامارات 2003. فكان عندنا لعيبه مميزين جدا كانوا يقدروا ان هم يصعدوا بينا كاس عالم. ولكن فوجئنا ان احنا بنخسر من كوديفار هنا 2-1، وساعتها كوديفار ما كانتش فرقه قويه، كان وقتها ديدي دروكبا كان بيلعب مع ميدو في مارسيليا، ما كانش لسه في لعيبه تانية طلعت، ياتوري ما كانش لسه مش موجود اصلا في الصوره خالص، ما كانش لسه بيلعب في مانشستر سيتي ولا بهذا المستوى، ما كانش موجود اصلا. فاحنا اتعادلنا، سوري، خسرنا من كوديفار رايح جاي، فده اثر علينا في النهايه. وبمناسبه احنا خرجنا الكاميرون في النهايه من البطوله دي لما تعادلنا هناك 1-1، واقصينا الكاميرون واحنا اللي صعدنا كوديفار. امسك قبلها بطوله 2006، احنا 2006 كان، عفوا 2002 هي اللي كان معانا فيها السنغال، 2006 كان معانا، انا مش فاكر مين معانا، كان مين معانا سنه 2006، لا سوري، 2006 كان كوديفار، 2002 كان المنتخب السنغالي هو اللي معانا في المجموعه. منتخب السنغال احنا كسبناه بمناسبه هنا وخسرنا منه هناك، ولكن احنا كنا جايين اخر ماتش باللعب الجزائر هناك عايزين نكسبه، وعايزين في نفس الوقت السنغال مع السودان يتعادلوا او السنغال تكسب 1-0 بس، في مقابل ان احنا نكسب الجزائر هناك في الجزائر 3-0. ففي النهايه بنروح وبنتعادل مع الجزائر حتى ما بنكسبهاش اصلا. فدايما حزبه بيرما، انا على يقين تام ان احنا حزبه بيرما مش هنقدر ان احنا نصعد من خلالها. اللي عايز يصعد بجد واللي عايز يلعب ويمثل منتخب بلاده في كاس عالم لازم يكون طموح شخصي من عند اللعيبه قبل اي شيء، ويحافظوا على كرامتهم في الملعب. كان عندنا لاعبين اساطير. نعم. يعني مصر لم تصل كاس العالم في عهد محمود الخطيب ولا حسن شحاته ولا فاروق جعفر. يعني لما تيجي تقيس كل لعيب من دول، ومش عايز انسى حد طبعا، والاجيال المتعاقبه على مستوى المنتخب ما بيأدوش بنفس قوة ما يفعلونه مع الأندية. وفكرة اللعنة دي، لعنة التجمعات، هل دي على مستوى العالم فكرة انه التجمعات بتفرق مع المنتخبات، ولا الموضوع عندنا بس؟ لأنه في كثير من الأحيان لاعيبة أوروبا لما بينهوا الدوري في بلادهم وبينهوا الشامبيونز ليج وبعديها بأقل من شهر بيلعبوا كأس العالم. حقيقي؟ لا حقيقي، لا الوضع عندنا احنا بس، الوضع مش موجود في اي حته في الدنيا، اللي عندنا احنا بس. وبرضه عشان ما بقاش ظالم اللعيبه بس، احنا عندنا ازمه في الاساس في القاعده. يعني لما اقول لك مثلا بلد زي المانيا عندها قد ايه، كام واحد بيمارس كره قدم في المانيا محترف؟ 6.2 مليون، يعني 6.2 مليون بيمارسوا كره قدم في المانيا. كام لعيب مصري
مقيد في الاتحاد الكرة المصري. عارف كم لعيب؟ 150,000. فشوف الجاب، شوف الفرق الكبير قوي. الـ الـ يعني الأزمة الثانية كمان انه مثلا مدرب زي حسام البدري في البطولة اللي فاتت لما كان بيشكل المنتخب الأولمبي لسه في الأول خالص عشان يلعب التصفيات المؤهلة للمرحلة الأخيرة ويلعب المرحلة الأخيرة المؤهلة للأولمبياد، ولسه بيشكل المنتخب، اختار عدد كبير من اللعيبة اللي موجودين في أندية متوسطة وأندية قليلة. صدقني بمجرد ما كلهم لعبوا في المنتخب الاولمبي عين الاهلي والزمالك راحت عليهم وخطفوهم. لعبوا في الاهلي والزمالك، لا ما لعبوش في الاهلي والزمالك وقعدوا على الدكه، فبقت في ازمه كبيره جدا. انت النهارده بقيت انت اللي بتنزل تكتشف اللعيبه كمدرب، وانت اللي تتعب عشان تكتشف لعيبه، وفي الاخر اللعيبه يروحوا الاهلي والزمالك ويقعدوا على الدكه. بس عاوز اقول لحضرتك انه حتى المنتخب الاولمبي ده كان عندنا امل فيه يعني بلا نهايه، لانه لاول مره نجد انه هؤلاء اللاعبين نجوم في الأهلي والزمالك والإسماعيلي، مش بس يعني لاعبين كده يعني قد يكونوا متميزين أو جيدين، دول نجوم. انت قوام هؤلاء اللاعبين تخيلنا انهم في سنوات قادمة هم دول اللي ممكن يحققوا لنا حلم الوصول لكأس العالم، وقد ننافس على مراكز متقدمة بعد يعني لما اللاعب عنده 17-18 سنة وبهذا التميز. مش عايز اذكر اسماء، لكن رمضان صبحي وتريزيجيه ومصطفى فتحي وكهرباء، يعني اعتقد انهم نخبة من اللاعبين، لكن في النهاية برضو فشلنا، وكأن الموضوع يعني في حاجة غريبة احنا مش قادرين نعرف ايه. لا، الوضع في السنغال منتخب الاولمبي كان كارثي. يعني انا النهارده قصاد الجزائر، انا التقارير الجزائريه نفسها بتقول انه قبل التصفيات انه منتخب الجزائر مش حاطط، مش جاي عشان يتاهل. بالظبط، مش جاي عشان يتاهل اصلا، مش اللعيبه مش جاهزين، عدد كبير من اللعيبه محترفين في اوروبا ما جوش. احنا كان عندنا عدد بس كان قليل، احنا بنتكلم في 3-4 لعيبه، 3 بالتحديد، عمرو ورده وكوكا وتريزيجيه وكريم حافظ كمان، او كريم حافظ. فيعني 3-4 لعيبه مش يعني مش مؤثرين زي عند الجزائر اللي عندهم قطاع كبير وعريض من اللاعبين المحترفين. برغم كده الجزائر هي اللي تاهلت وتاهلت اول مجموعه. والمباراة الأخيرة كنت ممكن تحرز هدف وتوصل، الموضوع ما كانش صعب ولا مستحيل، يعني مش محتاج تحط 5 أهداف بتلعب فيهم فريق حتى، يعني الموضوع كان سهل. بس أنا زي ما بقولك، أنا ما برهنش دايما على حزبة بيرما. حزبة بيرما بندخلها بنعتقد أن قبلة الحياة بتعطلنا، وفجأة كل شيء في السراب. يعني غير المنتخب ده كمان، أنا نسيت أقولك كمان على منتخب شوي غريب في التصفيات الأمم الأفريقية 2015. إحنا كنا خلاص بعد ماتش السنغال هنا خسرنا، خلاص المنتخب أوت، واحنا اخر ماتش في المرحله الاخيره كل الفرق اصحاب اللي هم اللي بيتاهلوا عن المركز الثالث اللي ممكن يوصلوا للنقطه العشرة كلهم خسروا. تمام، احنا قدامنا فرصه نكسب على تونس، بس هناك باي نتيجه نصعد احسن ثالث، فجاه بنخسر من تونس اصلا. بص، المراهنه على حزبة بيرما مع اللاعب المصري انا شايف ان هي مش مجديه. اللاعب المصري من الاول انا حاطط طموح وهدف عايز اوصل له، من اول ماتش بلعب زي اخر ماتش مع المنتخب الاولمبي. هرجع لك كلام حسام بدري، احنا ما شفناش المنتخب الاولمبي اصلا موجود. يعني ما هو الناس زعلت لانه كمان الاداء كان سيء، مش بس خساره مباراه، يعني قد تكون متميز في المباراه الاولى والثانيه وتخسر الثالثه فانت اديت اللي عليك، لكن كمان حتى المباراه الاولى والثانيه لم نؤدي اللي علينا، برغم ان احنا تعادلنا في المباراتين الا ان ادائنا كان سيء الحقيقه. حقيقي، واللي كان مخلي المظهر اكثر سوءا هو ان اللعيبه كان الناس حط عليهم امال اكثر، زي رمضان صبحي وكهربا واللعيبه اللي انت ذكرتها، ولكن هم من الواضح ان اللعيبه خدت تشبعت شويه بالنجوميه وتشبعت بالكاميرات والاعلام ورفعوا صورهم على انستجرام والناس لايكس اللعيبه حست قوي بنفسها، حست ان انا خلاص حست بنفسها. صفحه كريستيانو رونالدو على الفيسبوك عليها 110 مليون فانز، ده حقيقي 110 مليون، يعني وما زال هو لاعب بيعطي، يعني اقترب من انه يملك مليار دولار ومع ذلك بيعطي، وزي ما بيقول كده بيبذل خساره جهده في الملعب. اللعيبه عندنا عندهم 17-18 سنه، تحس انهم تشبعوا من كره القدم، وكان الموضوع بالنسبه لهم يعني دي ثقافه برضه. استاذ محمد، ده اللي هيودينا للازمه بقى، هي مش ثقافه اللاعب بس على قد ما هي مفيش منظومه رياضيه اطار يقدر ان هو يطلع لنا خامات لعيبه ومنظومه تؤهل لعيبه مع منتخب ان هم يصعدوا بينا اولمبياد وكاس عالم. مفيش منظومه رياضيه نهائي عندنا في مصر، احنا ما عندناش قانون رياضه لحد دلوقتي، ما عندناش قانون رياضه، ما عندناش رابطه محترفين، ما عندناش دوري محترفين، لجنه الانديه اللي موجوده ما لهاش اي صلاحيات ولا اي قرارات، ووجودها زي عدمه. اتحاد كوره لا يمارس الكوره بالشكل الاحترافي، هو يمارسها بالشكل الهاوي. كم عضو مجلس اداره اتحاد الكره الموجود الحالي هو دارس وفاهم، مش حد ممكن يلعب كوره،
يعني انا مش قادر اعرف مين فيهم بالتحديد كان بيلعب كوره. جمال علام، خالد لطيف، سيف زاهر، يعني مين فيهم كان بيلعب كوره؟ ما شفتش حد فيهم بيلعب كوره الحقيقه. ما فيش. وكمان يعني هم انا حتى ما اعرفش مؤهلاتهم اللي تخليهم ان هم يكونوا موجودين يديروا في منظومه الكره. خلينا نقف عند النقطه دي، خلينا نشوف راي الناس في عدم تاهلنا لكاس العالم. قد تكون لهم وجهه نظر مختلفه وقد نستفيد من وجهه نظرهم، وهرجع اعرف من حضرتك ازاي نحط رجلينا على اول الطريق الصحيح. كان خليكم معانا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. زي ما يكون اتجاه استراتيجي، يعني كانت الدوله واقفه ورا منه والناس واقفه ورا منه بنتفرج، وحققنا نتائج الحمد لله. انت كسبت بطل، يعني بطوله كاس العالم قارات، كسبت بطل عالم وعملت ماتش كويس قدام البرازيل، وخدت بطوله شامبيونز ليج الافريقي 3 مرات، فحققت حاجه كويسه. لما ابتدينا حصل احداث طبعا 25 يناير وبعد كده ما ترتب عليه واهملناها، فللاسف زودنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي الطين بله، وطبعا احداث الجماهير والكلام دوت. فلازم يبقى فيه منظومه. اولا انا مع رجوع الجماهير لكن بمنظومه معينه، لازم الامن يبقى ليه الكلمه الاولى والاخيره فيها. فكره الجماهير في الكوره، لازم وزاره كل اجهزه المعنيه بالامن في البلد دي تبقى هي ليها الكلمه الاولى والاخيره ليها. تاني حاجه برضه يبقى لازم موضوع الاولاد بتوع الكوره الصغيرين الالتراس والكلام ده، لازم يبقى فيه تقنين للموضوع ده، لازم يبقى عينينا عليهم، عشان الولاد دول ولادنا برضو، ولاد صغيرين وعايزين يتفرجوا على كوره وطاقه وحيويه وكل حاجه، بس برضو يبقى في عينينا تبقى عليهم، نراقب تصرفاتهم، ما نسيبهمش كده يخش الماتش يعمل اللي هو عايزه. ما يبقاش عندي ماتش مثلا مطلوب مني 10,000 واروح اطبع 20,000 واجي بعد كده اقول مش هقدر ادخلهم، انا اللي بولد المشكله. لا ده اكيد الجماهير ده اساسي في الملعب، ده اساسي، الجماهير هي اساس الكوره. لا الكوره دي مشكله المشاكل، يعني هي المشكله في الكوره، لا في الكورة ولا في اللعيبة ولا في المدربين ولا في الأجهزة الفنية كلها، العيب في اللي بيديروا الكورة. اللي بيديروا الكورة بيديروها غلط من ألف للياء، مفيش حد بيبص لمستوى الكورة ومستقبل الكورة وإعداد كوادر، إعداد خطة للأندية وللمنتخبات. لغاية دلوقتي مش عارفين هيتلعب دوري المحترفين في مصر ولا لا، واللي هو مطالبين بيه ان لازم نلعب دوري محترفين. اعتبر ما فيش كوره في مصر، نقارن الكوره بره بهنا مفيش فرق، فاهم؟ انا بره غير هنا خالص. هنا برضك المفروض الجمهور ترجع تاني ودرجات عشان نذيع وكده. نرتقي السعي بيه هنجيب من الناشئين، يعني برضك باوروبا بيبداوا مش بالكبار، بيبداوا بالناشئين ويجيبوا اعلى مدربين على اعلى مستوى، يحاول يكون في ناس بروفيشنال للكوره للناشئين، ازاي يمرنوهم، ازاي يعملوا التكنيك. تاني حاجه بدون جمهور كمان الكوره بدون جمهور مش هتمشي. احنا بنتمنى من ربنا ان الجمهور يرجع، وان ما يكونش المدرب الناشئ يكون مصري، لازم يكون اوروبي او اي جنسيه تانيه، لان هو بيبقى هو دارس. هو المشكله في مصر ان احنا هنا بناخدها بنكون لاعب كوره، وده شيء غلط جدا. هو لازم أن يكون دارس بروفيشنال في اشياء كتيره جدا. مش مفيش يعني شهادات معينه اقدر اخدها عشان انا اكون اداري او اكون مدرب، ودي اكبر ازمه. الحاجه الثانيه ودي المهمه اللي قالها ودي اللي كلمتك عليها من شويه، وهي انه مفيش قاعده، احنا مش بادئين من الصفر، مش بادئين من تحت. احنا عدد اللي بيمارسوا رياضه كره القدم اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم واللعبه الشعبيه الاولى في مصر بيمارسها 150,000 واحد لاعب محترف بس، في الوقت اللي فيه زي المانيا بقول لك حتى عدد سكانه اقل مننا بيمارسها حوالي 6.2 مليون لاعب كره قدم محترف. بلاش المانيا عشان المانيا اذا ما فازوش بكاس العالم بيلعبوا الفاينل، واذا ما فازوش الفاينل بيلعبوا على الثالث والرابع، ده يعني ده اقصى فشلهم ان هم. لا واحنا اقل من السعوديه واقل من الجزائر كمان، يعني السعوديه فيها اظن 250,000 لاعب محترف، الجزائر فيها 200,000 لاعب محترف، والجزائر عندهم حاجه يعني فيها ميزه عننا انه بيطلعوا لعيبتهم من بدري جدا في الاحتراف. بس هم عندهم لهم يعني ثقافتهم واطلاعهم على الغرب وقربهم من اوروبا واللغه، في عندهم شويه حاجات كده الحقيقه دي حاجات طبيعيه. ما بس احنا لما بنطلع بننجح، يعني ليه دايما حاطين نفسنا ان احنا ما بننجحش؟ لا احنا لما بنطلع بننجح، يعني تجربه ميدو نجحت، تجربه احمد حسن نجحت، كابتن هاني رمزي تجربته نجحت، محمد صلاح لا بيتعدوا على الاصابع يعني قول لي هطلع لك 10 لعيبه نجحوا ومنهم 300 عندهم سكنس راحوا لعبوا سنه ولا 6 شهور ورجعوا مصر. دول كتير دول كتير. بس دي بتفرق في الطموح الشخصي بتاع اللاعب اللي بقول لك عليه. يعني محمد صلاح صبر ولعب في بازل سنه ونص كسر الدنيا، وثلاث اجوان في تشيلسي خلت مورينيو يحط عينه عليه. لا انا مش بقول ان هو ده المثل، انا بقول ان هو ده اللاعب اللي عنده طموح اللي يقدر ان هو يلعب في اوروبا، وعلى جميع اللاعبين ان هم يحتذوا بيه. احنا
عندنا هنا هاخد من كلام اخر حد اتكلم في التقرير واربط بازاي احنا بنتعامل مع اللعيبه الصغيرين بتوعنا وازاي بنتعامل مع اللعيبه اللي بيكون عليهم عرض من اللعيبه من الانديه الكبيره. اول حاجه ازاي بنتعامل مع اللعيبه الصغيرين، منتخب 2001 منتخب كابتن شوقي غريب يعني اللي خد ثالث العالم في الارجنتين، يعني افتكر لعيب منه دلوقتي موجود؟ مفيش الا حسام غالي. اليماني فين؟ جمال حمزه فين؟ كان في باك رايت اسمه ابو المجد مصطفى كان مكسر الدنيا، ابو مسلم ده راح لعب في فرنسا في ستراسبورغ الفرنسي فين؟ الاتراوي كان ليبرو، محمد صبحي النهارده قاعد على الدكه ما بيلعبش كوره. كان في سردباك اسمه محمود شيكو، في سردباك ثاني اسمه حسين امين، فين اللعيبه دي؟ منتخب 2003 كابتن حسن شحاته، يعني بعيدا عن الله يرحمه محمد عبد الوهاب وبعض اللاعبين المستمرين دلوقتي اللي موجودين في المنتخب زي شريف اكرامي مثلا، متعب خلاص بعد، حسن عبد ربه بعد، احمد فتحي بعد، بقيت اللعيبه فين؟ عمرو زكي اعتزل، كان في باك رايت اسمه احمد سعيد في النادي الاسماعيلي، كان في مهاجم اسمه رضا متولي ده بيلعب في المحله دلوقتي محدش شافه، مازال موجود ولا مازال موجود لحد النهارده بس ما بيلعبش اساسي حتى يعني. فبص تعاملنا مع اللعيبه الصغيرين عامل ازاي، وبص في اوروبا الدنيا عامله ازاي. اسمع كلام ميدو عن جاريس بيل، وهو بيقول لك جاريس بيل في توتنهام مثلا كان لاعب صغير، كان قامته يعني ضعيف البنيه، مش ما كانش بالقوه اللي احنا شايفينها، كان يعني لاعب لم يكمل حياته، مش لم يصبح لاعب كره قدم يعني، ده حقيقي. ولكن هناك في شغل بقى، انا بشتغل على النجم ده، جاريس بيل اشتغلوا عليه لغايه ما بقى دلوقتي نجم في ريال مدريد، يعني مكسر الدنيا، من اعلى اللاعبين سهرا في العالم. محمد صلاح نفسه، محمد صلاح دلوقتي اتفرج على بنيه محمد صلاح، التكتيك بتاع محمد صلاح، محمد صلاح النهارده بيقدر يلعب في اكتر من مركز، في مصر ما كانش بيقدر بس يلعب. محمد صلاح في مصر كان معروض يجي للزمالك، ورئيس نادي الزمالك قال لهم ده لا يصلح انه يلعب في نادي الزمالك. احكي لك قصه كمان مهمه على الزمالك، هو من انت زملكاوي في في في, في اظن في, في مجلس ممدوح عباس في الفتره اللي كان بيتولى فيها الرئاسه، كلموا سمسار لعيبه في افريقيا اظن، لا قبل ممدوح عباس اظن الدكتور كمال درويش، نزلوا سمسار في افريقيا، احنا عايزين لعيب كويس، فعرض عليهم اثنين لعيبه كانوا من اسك ابيجان اظن الايفواري، قالوا تاخد اللعيب ده ولا اللعيب ده، وعرض عليهم اللعيب الاولاني، وانا اقول لك اسم مين اللعيب ده بعد كده، وهيطلع كارثه لما تقول لنا كارثه جدا يعني. قالوا اللعيب ده كويس جدا ولعيب صغير السن يعني 17 18 سنه حاجه كده، فلا قالوا لا 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 ده لا يصح للاعب لنادي الزمالك، احنا هناخد اللعيب الثاني ده. تمام. فبعد سنتين ثلاثه طلع مين اللاعب ده؟ سوليمون كالو لاعب تشيلسي. فهي دي النظرة، احنا ما عندناش عين بتشوف اللعيبة كويس، المسألة هواء يعني الاهواء. هل انت مع يعني اللي اتكلم في التقرير عن انه منتخبات الناشئين محتاجة خبراء اوروبيين او اجانب عندهم دراسة ووعي ان هم يخرجوا لنا اجيال؟ انت شفت الفاينل لما تبقى نيجيريا بتلعب مالي؟ يعني نهائي كاس العالم لما تبقى نيجيريا بتلعب مالي واحنا ما وصلناش اصلا للبطولة دي؟ قصة تانية خالص. بس انا الفرق الافريقية عندها ميزة شوية عننا يجب ان احنا ناخد بالنا منها، هم الفقر هناك نسبيا والحياة الاجتماعية ربما الصعبة في بعض البلدان بتخلي اللعيبة قدامهم، انا قدامي تارجت واحد، هدف واحد، هو ده اللي انا عايز اجيبه، ان انا اعمل ايه؟ اظهر كويس قوي مع منتخب بلادي، اطلع كاس عالم، اظهر بشكل كويس قوي، بطلع بمبلغ زهيد جدا في اوروبا، اوروبا طبعا لعيب قوي البنيه، لعيب سريع، لعيب عنده امكانيات مهاريه عاليه، بياخده بسعر قليل جدا، عكس ما هنا رمضان صبحي عايزين نطلعه ب 3 مليون ولا 4 مليون لروما، تريزيجيه يعني طلع بالعافيه بيطلعوا الروح، اقول اللعيب بيتمرد ومش عايز ونفسه، دي الطريقه الوحيده اللي بيسيبوه غير كده يعني. انما اللعيب الافريقي بيطلع بره وبيطلع بمبلغ زهيد جدا، بعد كده بيبقى خلاص اسعار بقى خياليه وارقام عاليه جدا. الدوله بتدخل نفسها يا محمد، الدوله ليها دور في انها تسمح للاعبين صغار السن بانهم يخرجوا بمبالغ زهيده وده بيعود على الوطن بعد كده بقيمه، ولا لا الرياضه الرياضه مش الرياضه في افريقيا مش ماشيه بالشكل الاحترافي، ان انا عايز اطلع اكبر عدد ممكن بره، ممكن يكون بفكر المسؤولين عن الكره ان هم عايزين يطلعوا اللعيبه بره في اوروبا عشان يفيدوا المنتخبات بعد كده، ان احنا عندنا دوري مش قوي، لو لعيبه يعني اللعيبه اللي مكسرين الدنيا في اوروبا في كوديفار في نيجيريا في مالي في اي حته لو فضلوا في بلدهم ما كانوش يعملوا اللي هم عملوه، لكن طلعوا في اوروبا فادوا المنتخب وفادوا بلادهم من ناحيه حتى العمله الصعبه، فادوا بلادهم من ناحيه حتى الـ يعني الظروف الانسانيه والتعامل مع بعض، الظروف الانسانيه ودعم بلادهم بالاعمال الخيريه وما
الى ذلك. ده بيضيف في لاعبين جوزويا في يوم من الايام كان بيصرف على البلد كلها, وكان بيصرف على اللعيبه وعلى اتحاد الكوره لما كان احسن لعيب في العالم وكان بيلعب في ميلان. يعني ليبيريا قامت فيها كره القدم على اقدام هذا اللعيب اصلا. يعني ليبيريا كلها ما فيهاش الا جوزويا. يعني فاكر اسم لعيب ليبيري جوزويا, بس جوزويا اسطوره, احسن لاعب في اوروبا ولعب في انديه كبيره قوي. فلا جوزويا قامه كبيره. وكذلك بقى اللعيبه الافارقه الثانيين. تاني حاجه انا كنت عايز اكلمك عليها وهي تعاملنا مع اللاعبين اللي بيبداوا يبزغ نجمهم ويظهروا على الساحه. احمد شيخ, احمد شيخ حصلت حواليه ضجه وازمه كبيره جدا, والجماهير راحت للنادي الاهلي ورئيس الزمالك يطلع يتكلم من ناحيه, والمساله شد وجذب والدنيا ولعت. احمد شيخ لعب من اول الموسم لحد دلوقتي, ما لمس الكوره من اول الموسم لحد دلوقتي. ده ليه؟ لان احنا بنتعامل مع الامور بشكل خاطئ جدا. احنا بنتعامل مع الامور بشكل يعني شخصي. لا انا لا اخد اللعيب, لا انت اللي هتاخد اللعيب, وفي الاخر اللعيب لا يضيف. وتعالى نرجع للامثله. صلاح جمعه كان نجم المنتخب الاولمبي بلا منازع, كان بيحط المدرب ويحط باقي اللاعبين في التشكيل, ما لعبش وما كانش ليه دور, وحتى لما لعب المباراه مش هو صلاح جمعه بالظبط. معناش ان الماديرا في البرتغال كان ماشي برده كويس جدا, ولكن ممكن طموحه شويه. ممكن اخلي بالك برضو, انا برضو ساعات براعي اللعيبه اللي بيلعبوا في اوروبا انه احنا ما بيكونش علينا العين عليهم قوي. لازم تعمل حاجه واو يعني عشان ابدا ان انا احط عيني عليك والاعلام يتكلم عنك وتظهر. بس الموضوع ما بقاش زي زمان. يعني ده حتى المنتخب الاول كان استاذ عمرو ورده, وعمرو ورده ما بيلعبش يعني في ريال مدريد, ده بيلعب في اليونان. فهي الفكره انه بقى برضو في اندر سبوت, بقى في قنوات, وبقى في سوشيال ميديا, وبقى تقدر تشوف اللعيب واحرز اهداف ودوره. فاعتقد انه كمان ده يعني شيء بيختلف عن زمان, لما كان في لعيب عندنا بيروح يلعب في المانيا مش عارف بيلعب فين الا بالصدفه البحت. كان عظيمه كده بالصدفه, الكابتن جوهر عارف انه بيلعب في المانيا وجابه. يعني ده حقيقي, ده حقيقي. لا احنا دلوقتي المساله مفهوم مختلفه خالص. المفروض في سبوت على كل اللعيبه اللي بيلعبوا بره, في تقارير دايمه عن كل اللعيبه اللي بيلعبوا بره. المفروض يكون هم عندهم الطموح ان هم يكونوا موجودين في اوروبا, عندهم الطموح ان هم يعملوا الحاجه لاسم بلدهم. بس هي دي بتفرق بقى امكانيات شخصيه. من بنتكلم على البدايه, هتقولي منتخبات الناشئين والاولمبي وما الى ذلك, وهنسيب المنتخب الكبير. يعني احنا هل ممكن حد من الجمهور يقتنع لما اقول له انا بعمل منتخب ناشئين دلوقتي عشان انافس في كاس العالم 2080 والناس هتقعد تستنى؟ اعتقد ان احنا يجب ان نمشي في خطين متوازيين, خط له علاقه خط له علاقه بالناشئين, وخط اخر له علاقه بالتصفيات القادمه لكاس العالم, ويجب ان نكون موجودين فيه. معاك, بس الفكره ان احنا بنجهز من دلوقتي لكاس عالم 26 مثلا. وليه لا؟ اليابان عملت كده. اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه, الفتره الاربعينات والخمسينات ما فيش منتخب خالص. بداوا من الستينات يلا نعمل منتخب, يلا نجيب اللعيبه اللي في مدارس الثانويه واللعيبه اللي سنهم اعمارهم 15 16 سنه ونبدا نطلع بيهم. صعدوا اولمبياد مكسيكو سيتي سنه 66 اظن, وعملوا خدوا فيها البرونزيه. ولكن المنحنى ينزل مرة تانية, قعدوا يدرسوا طول السبعينات والثمانينات نعمل ايه, هو في حاجة مختلفة. احنا طلعنا جيل ودربناه كويس وطلعناه وخدنا بيه ثالث اولمبياد, بس فجأة المنتخب ده مش موجود, ما بياخدلناش بطولات. عملوا اجتماع تاريخي في اليابان, عملوا اجتماع بيقولوا ان احنا هنعمل فيه رابطة محترفين, نعمل فيه دوري قوي, نبدأ نطلع واحدة واحدة من خلال الدوري المحلي ده. ما بقاش هو تيم واحد انا بطلع بيه, لا انا عايز اعمل قطاع عريض من الاندية, وابدأ ان انا اعمل دوري محترفين قوي يفرز لي عدد من اللاعيبة اللي يقدروا يلعبوا معايا في المحافل الدولية. بالفعل كادت اليابان ان هي تصعد لكاس عام 94, بس فشلت في اللحظة الأخيرة وصعدت سنة 98. 2002 نظمت الكاس العالم مع كوريا وصعدت دور ال 16, وكوريا صعدت دور الأربعة, ومن بعدها اليابان وهي موجودة على طول في المحافل الدولية سواء على بطولات آسيا أو سواء حتى في كاس العالم. فده نموذج يجب ان احنا ندرسه كويس قوي. منتخب ويلز كان ما كانش موجود على الساحه اصلا. يعني منتخب ويلز من الخمسينات ما صعدش بطولات اوروبيه حتى. سنه 2011 كان ترتيب منتخب ويلز 115, سنه 2012 ترتيبهم بقى 49. بعد كده المنحنى واحده واحده طلع لغايه ما بقى 2015 بيصعدوا كاس امم اوروبيه 2016 في فرنسا, عندهم لعيبه زي جاريس بيل في ريال مدريد, رامسي في ارسنال, مركزهم التاسع على العالم. فلا دي مدارس يجب ان احنا ندرسها كويس قوي. الناس دي عملت ايه عشان يوصلوا للمرحله اللي وصلوا ليها. مع الجزء الثاني اللي انت قلت عليه ان احنا لازم برضو المنتخب بتاعنا دلوقتي نشتغل عليه عشان نصعد كاس العالم, لان احنا زهقنا من عدم وجودنا. خلينا نفضل وراهم, واعتقد ده جزء مهم جدا, ان في دعم احنا بندعمهم الى النهايه, ونتمنى ان هم يصلوا ان شاء الله
لكأس العالم القادم. انا بعتذر لك لان الوقت مر سريع معاك، لكن سعدنا جدا بوجودك، نراك على خير وقريبا في بيت العين ان شاء الله. استاذ محمد مصطفى مدير القسم الرياضي الموقع المصري، شكرا لحضرتك. اشكر كمان كل مشاهدينا لحسن متابعه هذه الفقره، ثالث فقراتنا واخرها بعد القصر مباشره مع الزميل عزيز. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. الحقيقه انه الحياه وصدماتها لا تنتهي، والحقيقه كمان انه ما فيش حد في الحياه مهما كان وضعه الاقتصادي وضعه الثقافي وضعه الاجتماعي ما بيتعرضش ل 100 حاجه بتضايقه في اليوم، 100 حاجه تحبطه، 100 حاجه تفقده الامل والرغبة والحافز ان هو يكمل اكتر من كده. احنا دايما بنقول خليك ايجابي، والايجابية هي السر، والايجابية التي تزيد اصدقائك، بس محدش قال خليك ايجابي ازاي، وفكرة خليك ايجابي دي جت منين واتطبقت بشكل علمي فعلا، ولا هي ما زالت بس نصائح في الهواء. ده هنعرفه النهاردة من ضيفي الاستاذ الدكتور السيد الثقة، استاذ ادارة الاعمال وخبير علم النفس. اهلا بك. اهلا بحضرتك، ازي صح؟ اهلا بك. لما نتكلم على الإيجابية، ايه قصة علم النفس الإيجابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة ده موضوع من الموضوعات الهامة جدا بيهتم بها العالم حاليا، يعني بصفة عامة نظر للضغوط الموجودة والقلق وما إلى ذلك من اللي بيحطنا، واحنا بصفة خاصة لما شاهدناه منذ 2010 أو بداية 2011. تمام. الفكرة النهاردة علم النفس، دعنا نرجع خطوة واحدة كده عشان نتكلم على الجديد في هذا الموضوع. هو أساسا علم النفس بيتكلم في الديزيز موديل أو نموذج الأمراض، يعني تمام. معناها أن علم النفس بيشوف واحد عنده قلق، واحد عنده عصاب، واحد عنده مشكلة، عنده مشكلة بيسأل. فبيحل المشكلة، يعني بيقول what's wrong، بيجاوب بيقول له what's wrong with you، إيه الضرر اللي عندك، أنت مشكلتك إيه، نحلها لك. واستمر علم النفس على هذا المنوال إلى أقل من 10 سنوات. تمام. من 10 سنين إيه اللي تغير؟ من 10 سنين بدأ يفكروا، قالوا الله، طب احنا علم النفس ده المفروض ان هو يسعد الجميع، مش مجرد المجموعة اللي هي بس. دعنا نقول لو افترضنا عندنا خط زيرو اللي هو الانسان النورمال بالسالب اللي هو الانسان المريض او عنده اي انحرافات او تعبان او بيشتكي، بالموجب يبقى الانسان السوبر او الاكتر من الطبيعي. فقالوا احنا عايزين نفكر نشتغل بدل ما ناخد واحد عنده مشكلة ونحلها له، لا ده احنا عايزين ناخد واحد طبيعي ونضيف له البهجة والسعادة والايجابية والتفاؤل والامل اللي احنا بنتكلم عليه. فكرة كيف تصبح افضل، ودي دايما بيتكلموا عليها، يمكن ليها اكتر من حاجة في الاقتصاد وفي السياسة وفي علم النفس وفي كل حاجة. ان احنا مش عايزين نبقى problem solver، يعني بنحل مشكلة، لا ده احنا عايزين opportunity hunter، يعني ناس بتوجد فرصة. وده الفرق ما بين واحد حتى مسؤول ايا كان طريقة تفكيره، انه جاي بيقول انا عندي مشكلة وبيستخدم الاسلوب العلمي في حل المشاكل، يشخص المشكلة ويحط البدائل ويقيمها، الاسلوب اللي احنا بندرسه وعارفين الكلام. لكن الجديد اللي هو بيفكر في فرصة خارج الصندوق، نون تراديشنال، غير تقليدية، ويسعد بيها. وكل النجاحات اللي موجودة في العالم قائمة على الجزء الايجابي مش الجزء السلبي. تمام. ده كده. فهم انشأوا ما يسمى علم النفس الايجابي او بوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي. طب علم النفس الايجابي ليه اكتر من حاجه، يعني يبقى الهدف بتاعه او الاسلوب بتاعه ان هو كيف يجعل الانسان متحفزا، ايجابيا، نظره ايجابيه، متفائلا، املا، بيعيش في سعاده. والسعادة ليست ولا هي بالفلوس ولا بالمركز كما نحن نعلم، السعادة داخلية والرضا داخلي. السادة في تخصص الموارد البشرية دايما بيكلموا في فكرة الإيجابية، ايه الفرق اللي قدمه علم النفس الإيجابي بالزبط عن الجهود اللي بقالها سنين طويلة اللي بالزبط بيعملها بتوع التنمية البشرية؟ يعني هنا البشرية اللي هو علم النفس الإيجابي ليس هو زي ما بنقول زي كتاب ذا سكرت السر اللي هو بيدي فكرة خارجة شوية وتمحور حول ذاتك واعتقد، ولا الكلام اللي احنا بنقوله في التنمية البشرية برضو ان يكون إيجابيا وكلمات كلها او اتجاهات ورفع معنويات. هنا العلم الميزة فيه يكون انه علم، فبيجاوب على السؤال ما هو، يعني ايه المفهوم بتاع البوزيتيف سايكولوجي، ايه هو العلم النفسي الايجابي وكيف نصل اليه، وبيعمل له نموذج وبيقسمه. فدعنا نمشي خطوه خطوه لو بعد اذن حضرتك عشان بس المفهوم منه جديد شويه على البعض. فاحنا لما نيجي نتكلم بنقول اساسه اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هي الايجابيه، ودعنا نقول عايزين نتحدث عن التفاؤل وعن الامل. تمام. طب الامل، لو انا سالت كل واحد مفهومك عن الامل ايه، كل واحد يعني مثلا حضرتك لو حبيت نقول يعني ايه امل، هتقول عايز اشوف بكره حلو، هتقولي عندي حاجه كويسه. فهو لا، احنا عايزين نحدد يعني ايه امل بالظبط.
فالأمل ما هو إلا حالة تحفيزية إيجابية تمكن الفرد بالوصول إلى أهدافه وهو في حالة متحفز إلى ذلك ويحافظ عليها عن طريق استخدام التفكير الإيجابي. ده التعريف سواء إذا كنت حاوله بالإنجليزي خليه بالعربي. لو وقفنا وقفة صغيرة على تعريف الأمل، يعني حاجة بتديني حافز علشان أحققها. بس لا، هو بيعمل حاجتين، بيديك حافز وانت ماشي عشان توصلي للجولز بتاعتك، لكن بيحطك دايما في الحالة الإيجابية، يعني دايما يبقى مزاجك كويس، يعني دايما تبقى متحفزة لا تشعري بكلل. عندي سداد ان انا اتجاوز المطبات اللي في الطريق. بالضبط. نخش بقى على المطبات. هو بيوجد له بنسميه الباثويز او الطرق المختلفة ليوصل للهدف بتاعه. طيب هنا واحنا ماشيين بتقابلنا مطبات زي ما حضرتك مشكورة قلتي، فهنا كيفية التغلب على ذلك بحيث ان هو يجو اراوند او يوجد طريق تاني عشان يوصل للهدف. لو بصينا للانسان لو في هذه الحالة هتلاقيه دائما متحفزا سعيدا يعمل لا كلل ولا مل، ما بيبصش على حاجة سلبية. فمن نفس التعريف عندنا دائما النظرة الايجابية اللي حضرتك تفضلت مشكورة واتكلمنا عليها. طب ده الامل الهوب نفسه. احنا دائما بنربط الامل والتفاؤل، والتفاؤل كلنا نعلم يعني هنا يعني التفاؤل وكن جميلا ترى الوجود جميلا وتفاؤلوا بالخير تجدوه وما إلى ذلك. التفاؤل لو عرفناه اللي هو الأوبتيميزم، يعني الأوبتيميزم منتهى البساطة الميل تندنسي نميل إلى نرى الناحية أو النتائج الإيجابية في أي حدث ما. يعني واحد بيقول لنا والله هيحصل كذا، او على الاقل حتى نتوقع الخير، دايما نتوقع حتى الخير حتى قبل ما يحصل الحاجه، قبل ما هو بالظبط توقع. يعني expecting or نميل لتوقع الخير، نميل الى الناحيه الثانيه. لو نشوف العلاقه بين الاثنين، معلش انا بقول حتى نظريه عشان ابني عليها. لو بصينا العلاقه بين الاثنين، الامل احنا عايزين نوصل للهدف واحنا مشحونين بالهمة وبالعزيمة وبالطاقة الإيجابية، وفي نفس الوقت نتغلب على العثرات ونحافظ على الحالة الشخصية حالتنا الإيجابية. وفي هنا مين؟ طب الأوبتيميزم التفاؤل هو يساعدنا في المسار. تخيل ان حضرتك بتنتقل من نقطة ألف لنقطة ب، النقطة به ده الهدف بتاعك، بيقابلك مجموعة من المسارات بتوجديها عشان توصلي ليها عشان ما نوصلش بالإحباط نتيجة للعقبات اللي في الطريق. الإحباط، الفرستريشن، الدبريشن، الديسابوينتمنت اللي هو مثل الشعور مثل هنا بخيبة الأمل، خيبة الأمل ويوصل للآخر الاكتئاب. طيب. الحاجات دي كلها في علم النفس تخضع للجزء الأول اللي هو ديزيز موديل أو النموذج المرضي. يعني معناها واحد عنده بتاع قلق، عنده مشكلة اكتئاب، عنده مشكلة قلق، عنده كيف مشكلة في التعامل مع الآخر. بالزبط. كل ده معناها مشكلة قائمة. مشكلة قائمة. الجديد بقى إيه؟ الجديد إن احنا كيف نبني للعام اللي ما عندوش مشكلة نخليه دائما عايش في سعادة وحالة تحفزية عالية ويبقى هو عنده الأمل وعنده الاوبتيميزم. اتفضل. هل في حد ما عندوش مشكلة؟ ده كده ده الجزء الأولاني. كل الناس عندها مشاكل، ولكن درجات المشاكل تختلف. تمام. درجة المشكلة تختلف. إذا كان واحد قادر، شوف حضرتك لو واحد قادر على إنه ناخد في الفيزيكال يقدر يشيل 100 كيلو فهيبقى يعني أكيد إن هو تغلب على المرض. يعني طالما أنا قادرة على حل المشكلة إذن هي ليست مشكلة. ليست مشكلة. وبعدين طيب هستأذن حضرتك هنخرج نشوف تقرير، التقرير مع السادة المصريين أتفضل. حول موضوع التفاؤل والتشاؤم وتأثيره على حياتهم، ونرجع علشان نفسر بقى هذا الكلام ونطبقه بشكل عام. الإنسان بالطبيعة كده يعني هو يعني التشاؤم ده بيغضب من المجتمع، كان هو أساسا ربنا بيولده عنده تفاؤل وأمل والحياة تبقى جميلة، لكن بقى أسلوب الحياة والحقد اللي موجود والمؤاخذة وعدم الضمير وكل شيء سيء موجود في الحياة هو ده اللي بيولد التشاؤم، يخلي واحد خلاص. ويعني واحد من الناس يعني ياما كل واحد بيبص الحياة جميلة وكله، بس من معاملة الناس ده لمؤاخذة اتعامل معك بأسلوب سيء في حين اللي انت بتتعامل معاه بالنية سليمة. لكن الحمد لله يعني هقول لك ايه، 1% اللي لقيتهم كويسين من اللي اتعاملت معهم كلهم، والباقي للأسف سيء. انا في رأيي الشخصي قابل للاكتساب، لانه هو ممكن الواحد بطبعه يكون يعني حاجات ظروف قدامه هي اللي بتخليه يتفائل او يتشائم، لكن هو لو تعامل مع ناس متشائمين على طول هيطبعوا عليه، ولو اخد جزء من ايمانه وجزء من ان اعيش مع ناس عندها طاقة ايجابية هتديله موضوع التفاؤل ده، وهتخلق فيه موضوع التفاؤل والطاقة الايجابية انه يبدأ في الموضوع بالتفاؤل حتى يظهر عكس ذلك. يعني
لا ممكن يكتسبه وممكن يكون وراثي اخد بالك، لكن احنا لازم طبعا نتفائل، لان الانسان اللي بيبقى خايف يعني في دلوقتي مرض اسمه الخوف من الازمات القلبية، وده طبع منه 5 مليون نسخة وتوزعوا كلهم بالكامل. دليل الخوف يعني انا لو خايف اعدي الطريق في عربية هتخبطني، فالخوف من الخوف بيؤدي الى خوف، والخوف من المرض بيؤدي الى مرض. فبالتالي الانسان لازم يكون طبعا متيقن دايما وواثق الخطوه، وده بيرجع للايمان بالله والتربيه الصحيحه. انا شايفه ان هو بالاكتساب، لانك مهما كان الانسان حزين وحواليه بيئه مدعمه اجتماعيا لازم هيعيش سعيد. لو هو بيتولد بيه بقى تبقى حاله مرضيه بحته اعتقد، انا مش طبيبه، لكن اللي انا شايفاه ومن يعني من خبرتي من تجاربي في الحياه، ان مهما كان الانسان حزين وكل اللي حواليه بيدعموه، افضل شيء في الوجود هو الدعم الاجتماعي. التفاؤل ده بيبقى اول حاجه مش شخص نفسيا، لازم يكون متفائل يبقى مبتسم الحياه. تاني حاجه من اللي حواليه برضه، شايف اللي حواليه كده ان الناس اللي حواليه بيبتسموا في المعيشه في الحياه، في غلو اسعار، بس ان شاء الله كده مصر قادمه للاحسن، يعني في تفاؤل وفي استقرار ان شاء الله. ما دام في استقرار في الوطن يبقى في تفاؤل وفي بسمه وفي امل. وكان عنده وعي تماما بفكره التفاؤل والايجابيه، لكن في نفس الوقت حسيت ان هو ما بيطبقهاش. هو بيرجع يعني هو الكلام ده هو عارف وبيرجع الكلام ده لتاثير الاخرين وعدم الثقه في الاخرين. ولا 1% بيقول ان هو قابله في هذه الحالات ان يقدر يعملها، فبيقول تاثير المجتمع ده واحد. التاني برضو اتكلم على موضوع، انا هقولهم كلهم ولا اتفضلي حضرتك وهعلق عليهم كلهم. فكرة انه التفاؤل والتشاؤم قابل للاكتساب، ودي فكرة اكدوا عليها كلهم. ايوه. وقالوا كمان انه الدعم الاجتماعي بالظبط من الاسرة والمحيطين ممكن يقلل الناس اللي عندها بالزبط. مشكلة ويكلموا على الشق المرضي اللي قد هو يؤدي لهذه المشكلة يعني. حتى لو كان هذا الشخص ما عندوش اسباب حقيقية. أيوة. ويعني مجموعة الحاجات دي كاملة بتدينا ايه بالظبط حضرتك. كلام جميل جدا على فكرة، ده بيدل التاريخ على وعي الناس كلها يعني في هذا الموضوع، والبعض اتكلم ان هو كيفية التعامل معه عن طريق الدين وما الى ذلك. احنا وجينا بصينا نلاقي هو فعلا التفاؤل او الاوبتميزم او الامل بيعتمد على حاجتين، بعضها وراثي وليس جينيتك، يعني مش بنتكلم جيني ولكن وراثي، لان بيقعد مكتسب مع عمليات التربيه، مع التربيه دي اولا فبنقول عليها انهيرتل، والجزء الثاني هابيتشوال عن طريق تكوين العادات الشخصية اللي هو قال عليها اكتساب. فاحنا انا ما اعتمدش على اكتساب يعني بالصدفه، لا، في حاجه اسمها هابيت فورميشن، تكوين العاده. طيب واحنا لما بنتكلم على العاده في الموضوع ده، احنا بنتكلم على الشخص اللي مبتسم بشكل مطلق ولا الشخص اللي اتعلم وهو بيكبر مجموعة من الاليات اللي تخليه يتعامل مع المشكلات فما تاثرش فيه قوي؟ لا ده بنتكلم على كله حضرتك، يعني سواء صغير سواء كبير سواء مستواه الاجتماعي، بنتكلم كيفيه تكوين العادات اللي هي التي تعطيه الامل والتفاؤل اللي هو حتى وبالتالي تكون الصوره الايجابيه. فندعها جانبها، ده جزء من اللي هو البوزيتيف سايكولوجي. الجزء الثاني هو بيتكلم بيقول ان الناس بتؤثر، سواء قالها واحد مباشره قال المجتمع بيؤثر، والثاني قال ان ممكن واحد بيضفي لك مش جو ايجابي. ابسوليتلي رايت، الاثنين صح. احنا دائما اذا عاشرنا انسان والانسان ده حتى نقول نكدي، هتلاقي الطاقه السلبيه هتحس بيها، غير لما تلاقي انسان تخش المكان كده تحس ان مفيش نفس. وده الكلام ده يعني مثلا هو علم النفس ما بيتكلمش من ناحيه الطاقه، لكن احنا بنتكلم من الطاقه بحيث نظريه الطاقه الايجابيه والسلبيه وايه انواع الطاقات وازاي بتتحرك. فده بس نظريه قدره الايحاء، انا لو قاعده قدام حد مكشر انا غصب عني هكتئب، قاعده قدام حد مبتسم برتاح. وده حقيقي يعني مثلا لو لقيت حد مبتسم هتلاقي نفسك بتعملي ميرورنج، بيسموه ميرورنج في السايكولوجي، ازاي بتقلد لو واحد عمل كده غصب عنك هتلاقي ايه العضلات تنقبض. فاحنا هنا بالنسبه لنا لو احنا بنوجه الدعوه سواء للاهالي او للاهل او المدرسين او المجتمعات المختلفه ان احنا كيف نبث السعاده والسرور. عملوا يعني هيبقى احنا متفقين في الكلام اللي قالوه، اولا ان هو المجتمع بيؤثر، ان بعضه مكتسب وبعضه ان هو بيكتسب، يعني بعضه مولود بيه نتيجه للانفايرمنت وبعضه بيكتسبه، وبعدين الطاقه الايجابيه والمحيطين. واحنا دايما في الطاقه الايجابيه بنقول ايه او الناس، قول له اختار الناس اصحاب تقعد معاها اصحاب الطاقه الايجابيه. لو لقيت الجو لقيت الناس بتتكلم عماله تكئبك تقول لك ايه ده الموضوع ما عمرناش هنتحرك مش هيحصل ايه، هؤلاء الناس وللاسف الشديد ما اكثر
إعلام هذه الآونة والتحدث. احنا لا نقول انها تكاد تكون كلمة حق ربها باطل. ما نقولش الناس ما تظهرش حقائق، لكن ما تبقاش دائما لما تتكلم عن المشكلة ما تبقاش اتأكد انك تقدم معها حل، تقدم حل وتعرض المشكلة ليست بطريقة مستفزة، ويبقى في نفس الوقت مش إثارة دائما الآخرين الدنيا كلها مش نافعة، الدنيا مش عارف ايه. ده الجانب اللي احنا نتكلم فيه. هم عشان يعملوه علم او يبقى علم، فاتفقنا على التعريف او تأسيس الموضوع. طب قالوا طب احنا بالنسبة لنا الموضوع ده بينقسم لثلاث اكشياء. ايوه ببساطة حاول ان اقولها. اول حاجة قال ازاي اللي هي البليجر، ازاي اللذة، الانترتينمنت، ازاي مثلا المتعة والاستمتاع، المتعة والاستمتاع عن طريق مثلا، والمثال اللي مضربه بيه حاجة زي مثلا بنتفرج على افلام، بنخش مسرحية، حد بيقعد ينكت، عيب شو حتى الشوكولاته ازاي نلاقي الحاجة الصغيرة اللي تبسطنا اللي تبسطها اليوم يعدي. انا هقول لحضرتك الجوهر بقى الجديد اللي عملوه ايه. فده الجزء ده يعني، او هقول الاحصائيات بتاعته. فهنا بالنسبة للجزء ده بيخلي الإنسان يستمتع، لكن للأسف الشديد بينزل تاني، يعني المتعة بتكون وقتية ومش it doesn't last for long، مش بتقعد مدة طويلة. النوع التاني اللي هو بيسموه good life أو الحياة الجيدة أو الحياة السعيدة، وبنطلق عليه عملية الارتباط engagement. ارتباط بإيه؟ مثال لي أن حضرتك بتؤدي عمل جميل جدا، مستمتعة في هذا العمل، بتحققي ذاتك، فأنت سعيدة جدا باللي أنت بتعمليه، وده بيدوم أكتر من الأولاني. ما هو بالترتيب كده ماشيين بالترتيب، فكرة الرضا عما نقوم به من أعمال بالزبط. علشان نتعامل بس فرضنا انا مش راضي عن اللي بقوله ده لسه، بس هناخد التالتة بقى نتكلم عليهم تمام. كلهم تالت واحدة بقى اللي هي اعلاهم اللي هي بالنسبة لهم الميننجفول، ذات المعنى، اعمال المعنى. زي ايه؟ ان حضرتك بتسعد الاخرين، بتقدم الخدمات للاخرين، اشياء لها معنى، يعني التاني ليه معنى ليك انت بس، عشان انت اللي بتشتغلي وانت اللي بتعمل الكلام ده، انما التاني على العموم. فوجدوا الاتي لما عملوا احصائية، لقوا ان الجزء الاولاني اللي هو بتاع الاستمتاع واللذة 50% من الناس بيعملوا الكلام تمام، ولقوا ان النسبه بالنسبه للتاني اللي هي بتاعه الانجيجمنت او الارتباط، فكره ان هو يظبط حياته الشخصيه، اللي يظبط حياته، ما انا جاي لحضرتك اجابه النقطه حياته واسرته، لقوها اقل من 0.001، يعني اقل من 1% اللي بيقدر يستعيد، يستطيع انه يسعد بما يؤدي من عمل او اللي هي الجود لايف بتاعته. الحاجة التالتة لقوا برضو ان الناس اللي هي بتسعد الاخرين او بتعطي اعمال ذات معنى اقل برضو من نفس النسبة اللي هي 0.001. العلم ده ظهر اقل من 10 سنوات ومهتمين جدا بيه، يمكن الديكيد اللي فات او الفترة اللي فات كنا مهتمين بالاوبتيميزم بالتفاؤل، انما هنا وضعوه حطوه كصياغة ازاي التلات حاجات دول. طب لو واحد شايف الدنيا مشكلة، هنرجع بقى نرد بقى على الجزء ده شيء، انا غير راضي عن شكلي، غير راضي عن عملي، غير راضي عن الوضع السياسي والاقتصادي، غير راضي عن الزيجه اللي انا موجود فيها، غير راضي عن تربيه الابناء، غير راضي. ما حضرتك قلت انساتسفايد، غير راضي، واتيفر بقى غير راضي. احنا اساس المفروض العلم ده واساس التدريب عليه انه يخليه راضي، مش يخليه انراضي، مش نخليه غير راضي، احنا بنخليه يبقى راضي. طب هل هناك منهجية او طريقة معينة نقدر نديها للناس، نقول لهم بدل ما نقول لهم تفائلوا ونقول لهم انتوا نظرة ايجابية، الكلام اللي هو اللي احنا قلناه كتير في التنمية. ثانية واحدة هسأل حضرتك سؤال. اتفضل. احيانا بيكون الوضع غير مرضي ومفيش حاجة تخليه مرضي لان هو سيء وبحاجة الى التغيير، واحيانا تانية بيكون عندنا الحاجة الكويسة واحنا مش هرد على النقطة ده موجود وده موجود. لا شوف حضرتك، مفيش حاجة اسمها سيء، انا عايز الغيها خالص من القاموس. احنا السيء الاشياء هي كيف نراها، يعني احنا حتى بنتكلم حاجة اسمها البرسيبشوال فيو او البرسيبشن هو الادراك، نحن ليست هناك حقيقة، الحقيقة كيف ندركها وكيف نراها. قد نرى في وقت من الأوقات واحد شايف الدنيا سيئة جدا وهو جنبه معاه وشايفه جميلة جدا، مش ده اللي بنشوفه، يبقى منين انها سيئة. احنا عامة لدينا المرشحات النفسية الخاصة بينا اللي هي psychological filters، فبتعد علينا نترجمها في الاخر ادراك، نقول دي حاجة جميلة ولا لا. حتى الحر، لو الجو حر انا ممكن اعيش في الحر وانا مبسوط قوي وقال ده الجو جميل، بكلمة حاجات الفيزيكا، بتدفع فلوس علشان تسافر بلدان عشان كده وبعدين في نفس الوقت الجو حر، رطوبة، جعان، عطشان، حياة قاسية، ممكن اشعر بسعادة تامة. ليه؟ لان هنا الرضا ده مش هو السعادة، الرضا ده عملية we have to work on it، عايزين نشتغل عليها ازاي نرى الامور بالجانب الايجابي، كيف نراها بهذه الطريقة. ثانية واحدة
شاب أو فتاة كسر 35 ولم يتزوج، دخله لا يسمح له بفتح بيت أو ما بيشتغلش أصلا. كويس كويس. الجانب الإيجابي اللي ممكن يلاقيه؟ الجانب الإيجابي إن هو يشتغل ويثبت ذاته في أعمال تتناسب معه، وشايف إنه بكرة أحسن من النهاردة وبعد بكرة أحسن من ده. فكرة ما يبطلش المحاولة، مش ما يبطلش المحاولة، بس إنه دائما يضع لنفسه أهداف تتناسب مع قدرته وإمكانياته اللي هي الموجود فيها. في لسه وقت. طيب هقول بقى ألخص بدل الوقت قرب ينفذ. هنلخص ثلاث حاجات. واحد اثنين ثلاثة إزاي نقدر نبقى كده فعلا؟ هم أربعة. واحد، اي واحد من المشاهدين السادة المشاهدين يمسك ورقة وقلم ويكتب لنفسه ايه الانشطة اللي بيعملها وتفر بيعمله بيقضي كل اللي بيعمله كل اللي بيعمله. دي اول نقطة. نمرة اتنين، يشوف ايه الحاجات اللي ممكن تساعده لو تحققت. لو تحققت زي حضرتك المثال اللي ضربتيه، هو هيلاقي له حاجات تانية كتير بيعملها، وهتلاقي دي واحدة منهم اللي مش عارفة يساعده، لكن هيلاقي حاجات تانية ممكن تساعده في مكان اخر. تالت حاجة، يختار بالاولوية اكتر حاجة في الدومين اللي بيديله ساتسفاكشن ويديله رضا، ودي يبتدي يشوف ما هي التحديات التي ممكن ان تقف امامه في سبيل تحقيق هذه السعادة والرضا اللي هنتكلم عليها، ويبتدي يعدلها العدة بالنسبة له اللي هو الكلام. وبعد كده has to work on it، يشتغل عليها ويبتدي يعيش في ثبات ونبات. يا رب يا رب. انا طبعا بختصر بسرعه لان هو الموضوع ده موضوع الوقت للاسف، بس ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى باذن الله، لان هو الموضوع ده في الحقيقه من الموضوعات اللي احنا عايزين نهتم بيها بنتكلم حتى هنا في مصر والبلدان العربيه، لان كلنا احنا بنقابل ناس كتير دائم السفر والندوات وبتاع، فالناس كلها معظمها عايزين حد اللي هو يساعدها. وبالمناسبه البسيطه جدا، يعني علم النفس في الاول كان مخصص على انه يرضي الطرفين، يعني يعالج المريض ويسعد اللي هو الانسان العادي، الا نظرا لبعض الحرب العالميه الثانيه انشغلوا بالحالات الكثيره جدا، حتى استعانوا بالسايكولوجيست، لازم سايكاتريست عشان تبيناس. انا حاسس ان الوقت كده يعني للاسف، لكن يعني على الاقل عسى ان نكون قد قدمنا رساله بسيطه على حسب الوقت. يعني استاذ دكتور السيد السقا، خبير او عفوا استاذ اداره الاعمال وخبير علم النفس، حضرتك نورتنا يا فندم. اهلا بحضرتك وشكرا لهذه الفرصه، ونرجو ان شاء الله ان يكون في لقاء اخرى في نفس الموضوع حتى نستطيع ان احنا نوصل رسالة اكتر من كده. شكرا جزيلا. شكرا، الف شكر. مشاهدينا الكرام، هقول لحضراتكم حاجة، ما فيش حد حياته جميلة 100%، حتى لو احنا من بعيد بنشوفها وشايفين انها جميلة وانه ما عندوش مشاكل، كل واحد عنده مشاكل على قد طاقته. يبقى بقى انه احنا مش هنقول بص الكوباية المليانة والنص الفاضي والنص المليان، احنا هنقول الحاجة اللي تقدر تغيرها لايجابي للافضل اعملها، حاجة ما تقدرش تعمل فيها حاجة خلاص ارميها ولا ظهرك، لان في الاخر دي ارادة ربنا، وفي كل الاحوال بكرة يجي لك يوم تقدر تصلحها. شكرا لكم، واللقاء في حلقة اخرى من حلقات بي.